إذا أنت مليت من موضوع الآي كلاود والمساحة اللي لازم دائما تشتري لها زيادة، في عندك حلول جدا ممتازة. أحد هذه الحلول ماي كلاود منزلي. أنت تخلي سحابة منزلية عندك حتفيدك بأشياء جدا كثيرة. خلينا نتعرف على الطريقة والاستخدام سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وشركة وسترن ديجيتال نزلوا الماي كلاود هوم، يختلف عن ماي كلاود العادي. هذا موجه للمنازل بشكل محدد مع الإمكانيات الإضافية اللي بتجيك. أول حاجة أنه ملفاتك كلها من الجوالات وأيضا من اللابتوبات من الحواسيب كلها في مكان واحد، وكل مستخدم له حساب لحاله على هذه السحابة. فمثلا عندي الجوال حقي، عندي الجوال مثلا حق زوجتي، كل واحد مننا إذا عنده حساب ماي كلاود هوم منزلي على هذا الجهاز، كل واحد الملفات حقته تكون مفصولة. أيضا الباك اب التلقائي والنسخة الاحتياطية تلقائيا تصير إذا أنت فعلت في الاعدادات. المهم ما استعجل الموضوع وخليني ابدا القصه من الصفر. الفكره انه حتقدر تاخذ ماي كلاود، عندك احجام مختلفه. من ناحيه السعات عندكم سعه 3 تيرا، 4 تيرا، 6 تيرا و8 تيرا اللي اخترتها هنا. بعدين في نسخه الديو، ديو يعطيك هارد سكان، فمعلوماتك تنسخ على قرصين فيكون احتياط وامان اكثر، وايضا احيانا مساحه تخزينيه اكبر. ولكن خليني اركز على الهوم لانها النسخه أقرب لنقدر نقول الاستخدام المنزلي بشكل كامل. خطوات الإعداد وبكل بساطة، خدت الجهاز، أول ما تفتح الكرتون بيطلع لك هذا الكرت اللي عليه رقم خاص. الرقم خاص هذا هو التسلسل حق الماي كلاود اللي عندك في النتورك المنزلية. تبغى تبدأ الإعداد، ادخل على mycloud.com/hello، نفس الهلو اللي مكتوبة هنا. فأول ما تدخل على هذا الموقع هيبدأ معك إجراءات الإعدادات. أنا ضبطت هذا الشيء عن طريق الجوال وشيء بالعمد أساس يبحث عنه. على طول بدأ يبحث عن الماي كلاود في الشبكة المنزلية، وهنا احرص جوالك على الواي فاي، نفس الواي فاي اللي انت شابك الهارد ديسك على راوتره، أساس الأمور تمام. بعدها بيلاقي، إذا ما لقى بيطلب منك الرقم الخاص اللي هو موجود هنا اللي ذكرناه قبل شوي، وبيلاقي عندك الهارد ديسك بإذن الله. بعدها تنتقل الخطوة الثانية ويقول لك هل ودك تشاركنا معلومات تجربتك؟ إحنا وسترن ديجيتال عشان نطور المنتج. شخصيا اخترت لا، فانتقلت للخطوة اللي بعدها وقال لي في تطبيق خاص للجوال إذا بغيت تحمله، وهذا الأمر بعد ما قال لي خلاص تمام الهارد ديسك حقك مشبوك. حملت التطبيق، أول شيء نسخة الأندرويد، فنفس نسخة الأندرويد اللي هي ماي كلاود هوم، ركز على موضوع هوم. بعدها طلع عندي الموافقات من الموافقات، بعدين قال لي سوي حساب، سوي حساب للماي كلاود. هنا أوضح وأذكر شيء، حسابك حق الماي كلاود المنزلي حيكون فيه معلوماتك بكل أجهزتك، عندك جهازين ثلاثة، عندك مجموعة أجهزة كثيرة، كل الأجهزة هذه اللي عندك إذا أنت نفس الحساب حتلاقي كل هالأجهزة تحت حسابك بأسماء الأجهزة مرتبة بالنسخ الاحتياطية، حنجيها بعد شوي. ولكن إذا عندك أشخاص مختلفين كل واحد حساب مختلف بيتخزنوا هنا إذا أنت وصلتهم على نفس الماي كلاود، ولكن ما حد بيشوف ملفات الثاني. بعد ما أنشأت حساب وكل شيء حيبدأ يبحث لي عن نفس الماي كلاود، حيطلب أكسس، حيقول له الموافقة على أساس أنك تضبط أمورك وتصل للجهاز. بعدين تجي نقطة مهمة، المزامنة التلقائية، الأوتو باك أب. هنا جينا لموضوع الآي كلاود، فأنت تبغى تفتك من الآي كلاود، فبالفعل في الآيفون لما حملت التطبيق على طول فعلت الأوتو باك أب. أنا أول ما أدخل المنزل على شبكة الواي فاي جميع الصور والفيديوهات تلقائيا تنحط هنا على مجلد الصور والفيديوهات، فما أحتاج أقعد كل شوي أشتري لي مساحة آي كلاود، أشيل الصور من هنا تبقى هنا وخلي الصور دائما ثابتة هنا. وأيضا عندك خيار أنك تفعل نفس الباك اب عن طريق نفس الجوال، الداتا حقت الجوال. شخصيا لم أفعل هذه الخاصية. بدأ موضوع الباك اب وبعدين شغل لي البرنامج اللي فيه مجموعة أجزاء جدا مهمة. أول حاجة اللي هي الأكتيفيتي، التفاعل، وبين لك في المنطقة هذه وش الأشياء اللي قاعدة تصير بينك وبين الآي كلاود. ولكن روحوا لفوتوز وعندكم فايلز، فايلز الملفات كاملة، والفوتوز اللي موجودة الصور على طول تبي توصل لها. للتذكير إذا أنت مفعل الخاصية بتقدر تشوف الصور والفيديوهات اللي موجودة هنا من أي مكان في العالم إذا هو شابك على الراوتر وفي نت في الراوتر، أمورك تمام. أنت برا البلد تبغى صورة تبغى شيء، ادخل على التطبيق حق ماي كلاود هوم حتلاقي الصور والفيديوهات، ساعتها تقدر تشوف الصور أو حتى تشوف الفيديوهات.
نعم تقدر تشاهد الفيديوهات وين ما كنت في العالم. وايضا في ميزه اخرى اللي هي البليكس برضو بذكرها بعد شوي. دائما حتلاقي عندك النسخه الاحتياطيه شغاله على التطبيق اذا امورك تمام، فتعرف انه ملفاتك تنتقل. كان عندي حوالي 5000 ملف اول ما بديت فقط على هذا الجوال، فبالفعل بدا يحطها هنا. الحين نتكلم عن الصور والفيديوهات وكل شيء، مضبط لهم باك اب هنا بشكل جدا تام، وكل واحد عنده اموره تمام من ناحيه الاستخدام. فاذا انت تبغى تخلي احد يستخدم معك الاي كلاود هذا المنزلي، ارسل له انفيتيشن، ارسل له دعوه عن طريق الايميل، توصلوا هذه الدعوه بينشئ حساب وبيربط نفسه بالماي كلاود نفسه. نروح للخدمات، وهنا شيء جدا جميل، مجموعه خدمات كلها موجوده على التطبيق. الاشياء اللي فعاله وشغاله في المملكه نقدر نستخدمها، منها البليكس. بليكس هنا حط الافلام والاشياء المحتوى اللي موجود عندك، تقدر البليكس اللي موجود هنا تقعد تشوف الافلام وين ما كنت في العالم. ولكن نصيحه انه ما يستخدمه الا شخص واحد في نفس الوقت، كنه هاردسك واحد، ما حيقدر كل الناس ياخذوا تجربه افضل من ناحيه مشاهده الافلام. تبي مشاهده افضل الافلام عندك الناس. خدمات اخرى زي الباك اب للجوجل درايف وزي الباك اب للدروب بوكس، تقدر تخليهم مربوطين هنا تلقائيا. اي شيء تحطه على دروب بوكس او اي شيء تحطه على درايف تلقائيا بيجوا هنا ويصير عندك نسخه احتياطيه منها. بل ايضا الفيسبوك تقدر تخلي حساب الفيسبوك حقك مربوط هنا، واي بوست فيديو تحطه على الفيسبوك تلقائيا حيصير مزامنه وينحط نسخه احتياطيه لهذا البوست هنا. وايضا الجهاز تقدر تربطه بأليكسا، بحيث انه اذا حطيت محتوى صوتي ميوزك، نفس المحتوى الصوتي تقدر تطلب من أليكسا انها تشغل لك هذا المحتوى الصوتي، فقط محتوى صوتي. وايضا لازم تفعل السكيل حقه أليكسا من تطبيق أليكسا، وتفعل السيرفيس الخدمه من نفس التطبيق حق الماي كلاود هوم. ضبطهم تقدر تستخدم ذا مع أليكسا. شخصيا اخترت نسخة الثمانية تيرا، وهذه النسخة ان شاء الله كفيلة بني اقدر اخزن عليها الاجهزة حقتي. انا هذا النسخة العادية، والديو كان جدا مناسب لي، جبته من جرير، موجود عندكم الرابط اسفل الفيديو. ارجع واذكركم الحين انا ادخل من التطبيق هذا طول ما هو مشبوك على الراوتر، من خلال التطبيق حلاقي الجوالات، كل جوال في مجلد، المجلد في الصور وفي الفيديوهات. اضبط اموري براحتي وان شاء الله اقدر استخدمهم بكل سلاسة. لما تيجي تسوي تفعيل الاوتو باك اب على الايفون، احرص انك تعطي الاكسس الوصول لنفس التطبيق على اساس انك تقدر تضبط الباك اب بشكل تام. فاذا الماي كلاود هوم حيكون احد الحلول جدا ممتازه اذا تبي تسوي نسخ احتياطيه، تفتك من الاي كلاود، تفتك من الباك اب. ايضا يدعم التايم ماشين على الابل، يدعم الويندوز باك اب على انظمه الويندوز، وهذه كلها بحط لكم روابطها تحت، لانه التايم ماشين في برنامج وشيء خاص لازم تسويه، محطوط الرابط تحت هذا الفيديو. ايضا بعض الملاحظات مع التجربه، ملفات الفيديو اللي يقدر يشغلها عن بعد من نفس تطبيقه كانت الام بي 4 اكثر من كونها ام كي في. ام كي في نادر ما شغل لي ملف ام كي في. وايضا شيء جدا مهم، موجود عندكم منفذ يو اس بي هنا، منفذ اليو اس بي هذا علشان تسوي نسخه احتياطيه للفلاشات اليو اس بيز اللي عندك، او حتى اقراص صلبه خارجيه، شبكه هنا ضبط موضوع الباك اب. وايضا في اللمبه هنا اللي لها ثلاث انواع من الوميض، يا ثابت يا قاعد يعني يتنفس على قولتهم، او قاعد يسوي فلاشين. التنفس يعني شيء، الوميض يعني شيء، وايضا اللون الثابت يعني شيء. الثابت هو اللي انت بيه على اساس يكون مسوي له ابديت ومضبط اموره، والالوان الثانيه موجود عندكم الشرح على الشاشة. احرص انك تشوف المانيوال اذا كان عندك مشاكل ترابل شوتينج، لانه بكل بساطة كل شيء واضح، واي شيء واجهتني من مشاكل قدرت اضبطها من نفس المانيوال. في نهاية الفيديو كل فيديو اشياء زي كذا جدا ممتازة لك، واحدة تحطه على راوتر البيت وكل اللي في البيت حيقدروا يرتاحوا باذن واحد احد بوضع نسخة احتياطية لهم. فما في تكاليف اي كلاود، ما في تكاليف اضافية، وخلي الاي كلاود فقط للكونتاكتس اللي موجودين عندك جهات الاتصال، اما صور فيديوهات خلي الحمل الثقيل هنا، ونقدر نقول النسخة عندك في البيت. تقدر توصلها وين ما بغيت من بي سي او حتى من نفس الجوال. نهايه الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.